حقيقة احنا كأعضاء لجنة مالية قدمنا مقترح للجنة، رئاسة اللجنة، والحمد لله تم التصويت على هذه المقترحات. قبلها سبقت نقاشات مع الإخوان الكرد بخصوص مقترحاتنا، وطلبنا منهم رأيهم فيما إذا كان عندهم اعتراض على بند من البنود أو تعديل على إحدى الفقرات، ولكن للأسف حقيقة لا يوجد هناك أي ردة فعل كانت حقيقية، وبالتالي اضطرينا أن نمضي باتجاه العمل بالنظام الداخلي والتصويت على المقترحات داخل اللجنة. نعم. إلى الآن الأمور ماشية بهذا الاتجاه، المقترحات تم التصويت عليها، ننتظر حسم موضوع الملف المناقلة مع الحكومة وبالتالي تمضي. الاتفاقات السياسية حقيقة يعني اللجنة المالية أعتقد إلى الآن هي غير معنية بهذا الأمر، خصوصا أن هناك كثير من النواب داخل اللجنة المالية هم لا يرتبطون بائتلاف إدارة الدولة بأي ارتباط سياسي، وبالتالي الأمر الفني هو سيكون الحاكم مع الإخوان. نعم. سيد مصطفى، قلت أن اللجنة المالية غير معنية بالاتفاقات السياسية، كيف نوفق بين هذا التصريح وبين ما صدر من نائب ثاني لرئيس البرلمان السيد شاخوان عبد الله بتعليق عمل اللجنة المالية والحديث عن موضوع عدد أعضاء اللجنة؟ طبعا هذا إجراء إداري، وإحنا أنا قلت بموضوع اللجنة المالية هي معنية بالرأي الفني، ويجب أن يبرز الرأي الفني على الرأي السياسي، على اعتبار أنه الموازنة تخدم المواطن وتخدم الشعب العراقي بشكل كامل. أي اتفاق سياسي يجب أن يضع هدف خدمة الناس حتى يكون هناك هدف سامي للاتفاق السياسي، وبالتالي أتمنى أنه لا تخضع اللجنة المالية لضغوطات سياسية وبالتالي تأثر على مخرجات. إذا ترى ما صدر من النائب الثاني لرئيس البرلمان ضغطا سياسيا؟ أجاوبك نعم. موضوع اللي صدر من النائب الثاني حقيقة، أولا النظام الداخلي يقول يجب أن يصدر الأمر من رئيس المجلس، في حال غياب رئيس المجلس يكون النائب الأول هو المعني بهذا الأمر، ومن ثم النائب الثاني في حال غياب الاثنين. صدور مثل هكذا قرار حقيقة يثير الاستغراب. بنفس الوقت رئيس اللجنة المالية أشار إلى أنه محور الخلاف اللي هو النائب اللي رقم 24 التحق باللجنة المالية بموافقة الرئيس ونوابه، رئيس المجلس ونوابه، وبالتالي النائب الثاني لمجلس النواب على علم بالتحاق النائب يوسف الكلابي داخل اللجنة المالية. وإثارة هذا الموضوع في مثل هكذا وقت أعتقد يعني سيعطل عمل اللجنة وسيؤخر من صفاء الجو في تمرير الموازنة داخل مجلس النواب. مع ذلك اللجنة بحسب قرار رئاسة اللجنة وأعضائها ماضين باتجاه إجراء يعني الإجراءات. بكونك نائبا، نتحدث عن عضو مجلس النواب قبل أن تكون عضوا في اللجنة المالية، ما الذي استنتجته من هذا القرار الصادر اليوم بحق اللجنة المالية؟ بماذا يرتبط في هذا التوقيت بالذات؟ ونتحدث بصراحة. هو حتما مرتبط بالتصويت على المقترحات التي تم تقديمها من أغلب أعضاء اللجنة المالية، وبالتالي أنا أعتقد قانون لا يؤثر على عمل اللجنة، كون أنه المعني في إيقاف عمل اللجنة المالية هو رئيس المجلس. نعم. باعتباره هو الموجود اليوم، فهذه يعتبرها ردة فعل، أتمنى أنه ما تأثر على صفاء الجو داخل المجلس النواب حتى تمضي الموازنة بالشكل الصحيح. أشير إلى قضية مهمة، أنه ما تم طرح من قبل أعضاء مجلس النواب هو ضمن الاتفاق السياسي اللي هم طرحوه، على اعتبار أنه كل الأطراف المعنية بالاتفاق السياسي أشارت لأنه يجب تصدير النفط عن طريق سومو، يجب فتح حساب لدى البنك المركزي، يجب أن تدار المبالغ والأموال من قبل رئاسة الوزراء وتخويل لوزارة المالية. كل هذا الكلام متفق عليه ولكن غير مكتوب، حاولنا احنا كأعضاء لجنة مالية أن نكتب هذه الاتفاقات داخل الموازنة حتى يكون هناك إلزام للطرفين سواء الحكومة المركزية أو حكومة الإقليم. هذا ما أثار حفظة الأخوان وبالتالي يثير استغرابنا. طيب. بهذا القدر. نعم أستاذ مصطفى، إذا ما تحدثنا عن الموازنة فنيا، ينتظرها التصويت بالمجمل داخل اللجنة والإرسال إلى رئاسة البرلمان، متى تكتمل هذه الخطوات؟ يعني الإجراء الحالي اللي ينتظره هو تم اقتراح مناقلة مبالغ حتى نتجاوز التقاطعات مع الحكومة. ارتأت رئاسة اللجنة بأن تطرح هذه المبالغ على الحكومة بأن يكون هناك تنسيق ما بين اللجنة المالية والحكومة من أجل توزيعها بحسب وجهة نظر ورؤية اللجنة المالية لتحقيق العدالة الاجتماعية ما بين المحافظات، لدعم بعض المؤسسات الحكومية اللي تعاني من مشكلة في الدعم. من بعدها إذا ما تمت هذه العملية أعتقد سترفع بعدها إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليها خلال الأيام القادمة. نعم. طيب، كثيرا ما اشتكت الحكومات السابقة من تغييرات كبيرة تجرى على الموازنة، وأنت تعرف في الدورة السابقة لجأوا للمحكمة الاتحادية. نعم. للحكم، هل تغيرت ملامح الموازنة هذه المرة بنسبة كبيرة؟
أنا مثل ما أشرت قبل قليل أنه اللجنة المالية بأعضائها حتى لا نمنع التقاطع ونمنع الذهاب إلى المحكمة الاتحادية من قبل الحكومة، صار هناك تواصل مع الحكومة وأخذ رأيهم بالمناقلات وتبرير ما مراد مناقلته من أجل حفظ دور مجلس النواب في التشريعات وكذلك التنسيق مع الحكومة بحتى لا يكون هناك تقاطع في موضوع تنفيذ البرنامج الحكومي. فأعتقد خلال هاليومين إذا كمل الاتفاق على مبدأ المناقلة وآلية المناقلة إن شاء الله ستمضي اللجنة المالية بحسب بعد التنسيق مع الحكومة بالتصويت عليها بالمجمل ورفعها إلى مجلس النواب ومن ثم عرضها على الأعضاء قبل التصويت إن شاء الله. نعم سيد مصطفى، تارة يتحدث النواب عن أن السبب الأساسي للخلاف هو تحديد مخصصات الإقليم في الموازنة بمصرف معين، ونتحدث عن عائدات النفط المصدر من إقليم كردستان، وتارة يتحدثون عن التوزيع العادل للمخصصات بين الإقليم والمحافظات خصوصا الوسط والجنوب. هنا أي الكفتين أرجح في 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 هذا في تعزيم الموقف اليوم؟ طبعا أنا أشرت في لقاء سابقة حتى من خلال شاشتكم أنه هناك نقطتين خلافية بقيت في الموازنة. الأولى هي حصة الإقليم وكيفية إدارتها وهذا ملف خاص، والقصة الثانية هي تخص حكومة المركز أنه كيف يتم توزيع الموارد على المحافظات اللي تعاني من نقص في الخدمات وسوء في إداراتها، وبالتالي الموضوعين يعني مختلفات، كل موضوع يخص جهة معينة. نحسم تقريبا داخل اللجنة المالية على الأقل ملف الإقليم والمقترحات اللي تم تقديمها وتم التصويت عليها، بقي موضوع المناقلات يختص بموضوع توزيع الموارد على المحافظات اللي تعاني وآلية تحقيق العدالة الاجتماعية. إلى أي مدى تم رفع سقف المخصصات للمحافظات خصوصا المتضررة والفقيرة؟ نعم مقترحات حقيقة كثيرة، بعض منها مضاعفة تنمية الأقاليم، البعض منها إنشاء صناديق كما تم اقتراحها من قبلنا لدعم المحافظات فرات الأوسط والمحافظات الدينية وبغداد شرق القناة، تم تقديم مقترح بإنشاء 3 صناديق. بنفس الوقت هناك مقترح آخر بأنه نزيد تخصيصات المحافظات اللي تعاني بشكل مباشر، يعني يتم إضافة مبلغ إلى محافظة بابل أو يتم إضافة مبلغ إلى محافظة السماوة حتى يكون هناك تغيير سريع في وضعها الاقتصادي والبنى التحتية. نعم. هذا باختصار يعني المقترحات. طيب سيد مصطفى باختصار شديد جدا والوقت يداهمنا، هل هناك سقف جديد وضعته اللجنة المالية لرفع مشروع الموازنة إلى رئاسة البرلمان وتحديد موعد للتصويت؟ أنا أعتقد صعب تحديد يوم محدد، ولكن الكل بما فيهم رئاسة اللجنة عازمين على تنضيجها والإسراع في تمريرها بسرعة الممكنة، وهذا أعتقد قرار لأغلب النواب ما عدا المعترضين على تعديلات الإقليم.